حاجة أنا مبسوط جدا إن أنا أكون موجود معاكم النهاردة ويعني أحب أبتدي إن أنا أشكر أنتل وتيك فور هوستنج ذيس إيفنت أند جيفينج ذيس أوبورتيونيتي إن أجي أتكلم على ذيس توبيك. يعني أنا شايف إن هي حاجة من الحاجات اللي هي تريندينج أند بومينج وورلد وايد وهندسكس يعني تفاصيل كتير قوي عنها ممكن حتى تسبارك أند تريجر يعني a lot of thoughts a lot of ideas لكل الاودينس اللي موجودين النهارده وازاي ان دي ممكن حاجه تساهم اصلا في الديفلوبمنت بتاعه السوسايتي ان جنرال مش بس بنتكلم على الديفلوبد كونتريز بس كمان ممكن كمان حتى على الكونتريز الديفلوبينج زي وضعها زي مصر وزي افريقيا وزي حاجات ممكن نقول ان هي التكنولوجي غيرتها بشكل كبير قوي واحنا اي ثينك ان احنا نقدر نشوف ده موجود النهارده بشكل كبير في حياتنا ان قد ايه ان التكنولوجي ليها امباكت كبير قوي على حياتنا ازاي ان هي سهلت حياتنا في حاجات كتير ان سو اون. فاول حاجه احب ابتدي اسال كده الناس اللي موجودين في كام واحد من الناس اللي قاعده موجوده معانا النهارده اندر جراد لسه ما اتخرجش؟ اوكي يعني الماجوريتي اللي موجودين اندر جرادجتس. طيب في كام واحد من تكنولوجي باك جراوند حتى لو هو اندر جراد يعني؟ اوكي تقريبا النص تقريبا. اوكي في كم واحد سمع عن الاوتونومس درايفنج قبل كده في اي حاجه؟ كويس قوي. في كم واحد عنده استعداد ان هو يجرب عربيه فيها سيلف درايفنج تكنولوجي؟ اوكي طيب في كم واحد مقتنع ان التكنولوجي دي سيف؟ اوكي طيب في كم واحد مقتنع ان هو مش بس يجربها انه ممكن يعتمد عليها في حياته اليوميه؟ يعني في ناس متردده بترفع وبتنزل يعني. اوكي طيب هنري فورد اول ما اخترع العربيه اللي هي من غير حصان اللي من غير ما بيجرهاش حصان كانت الناس واخترع العربيه دي كانت يعني cheap and reliable كانت الناس بتقول احنا ايه اللي ممكن نعمله بعربيه طالما الحصان موجود. ده يعني كان ايلون ماسك كان one of his talks كان بيتكلم عن ان هو يعني this was a huge bet عمله هنري فورد ان هو يعمل this kind of investment ان هو يدخل ويصنع عربيه وفي نفس الوقت ان الناس شايفه ان العربيه او وسيله التنقل هي الحصان فاحنا ليه نعمل عربيه. فهي واز سكسسفل اباوت هيز بيت هي اكتشلي يعني تشينجد ذا او ديسربتد ذا هول كونسبت اوف ترانسبورتيشن. النهارده احنا ما بنستعملش الحصانه فور ترانسبورتيشن اند ذس وود تريجر فور اس ذا كويستشن از هل الاوتونومس درايفنج او السيلف درايفنج كارز ويل بي يعني the next horse to be replaced as a transportation ولا لا؟ طيب الهيستوري بتاع الاوتونومس درايفنج هو ابتدى من زمان شويه يعني هو اول تجربه بدات في موضوع السيلف درايفنج كارز او الاوتونومس درايفنج عموما هي كانت سنه 1925. الكلام ده تجربه حصلت في نيويورك ان هو كان في عربيه controlled using radio waves عن طريق ان في عربيه ماشيه وراها يعني في عربيه ماشيه وفي عربيه قدامها يوزنج في انتنز تو انتنز في العربيتين فهو بيترانسميت الاكشنز اللي هو بيعملها في العربيه اللي ورا فامباكت العربيه اللي ماشيه قصادها ودي كانت اول اكسبيرمنت حصلت في اوتونومس درايفنج وكان بيسوق يعني ثرو الترافيك جام اند سو اون. تاني انترستنج يعني ممكن نقول ليب حصلت او تشينج كبير قوي حصل في الحته دي هي داربا. داربا اللي هي ديفنس ادفانسد ريسيرش بروجكتس ايجنسي دي تبع هي الهدف منها ان هي بتعمل ايمرجنج تكنولوجيز فور ذا يو اس ميلتري. الهدف ان هم عملوا حاجه اسمها اي ال في بروجكت اوتونومس لاند فيكل. الاوتونومس لاند فيكل دي كانت شغاله كان فيها ريدر سنسور وكان بيستعمل كمبيوتر فيجن for controlling the vehicle وان هي قدرت تمشي with speed تقريبا 19 miles per hour فده كان a new leap in the autonomous driving ان احنا بقى فيها حاجه قريب شويه من السيت اب اللي موجود النهارده او شبه شويه السيت اب اللي موجود النهارده for this technology.
بعد كده سنه 2004 داربا عملت حاجه اسمها جراند تشالنج. جراند تشالنج ده كانت البرايس بتاعته $1,000,000، ان هو اي انجينيرنج تيم بيشتغل في الدومين بتاع الروبوتكس يقدر ان هو يعمل اوتونومس كار هتمشي في كورس. الكورس ده مسافته 150 مايل، ان هي تخلص الكورس ده. لو حد قدر يعمل العربيه تخلص الكورس ده هياخد $1,000,000. Actually, no one managed to finish the whole course. بعد كده في برضو من المحطات المهمه في الاوتونومس درايفنج هي بدايه جوجل ان هي تشتغل في الاوتونومس درايفنج. They started their self driving car project in back in 2009، وكان يعني sort of a secret project. ما كانش فيه details كانت معروفه قوي عن الموضوع ده. ما حدش كان اصلا متخيل ان جوجل ممكن تشتغل في حاجه زي كده. بس actually they started working on this project and in 2012 actually they have granted a license from Nevada state in US ان العربيه دي تمشي في الشارع، بشرط طبعا يكون في درايفر قاعد ورا الدرايفنج ويل. يعني هتبقى اوتونومسلي درايفنج، بس هيبقى في درايفر برضه ستيل قاعد يعني فور سيفتي يعني. ودي كانت واحده من اكبر الليبس اللي حصلت في الدومين ده. ثرو اوت ذا ييرز، يعني بنتكلم على تقريبا على خلال 100 سنه اللي فاتت، في اوتو ميكرز كتير جدا كانوا بيعملوا انفستمنتس كتير جدا، في تك كومبانيز كتير جدا دخلت عملت ا لوت اوف انفستمنتس ان ذس دومين. اي ويل نوت سي يعني ذس از اكسكلوسيفلي فور ذس جايز ان هم بس هم دول اللي عملوا الحاجات دي، بس في حاجات كتير جدا اتعملت في خلال ال 100 سنه اللي فاتت اباوت ذس. بس خلينا نقول ان دول كانوا من اهم المحطات اللي كانت موجوده ثرو اوت ذا هيستوري اوف ذا اوتونومس درايفنج. طيب سؤال بقى، هل هو building a self-driving car هل هي حاجة صعبة؟ هل هي حاجة possible ولا لا؟ فخلينا كده يعني مثلا مين متخيل ايه هي الحاجات اللي انا محتاج اتيكت انتو اكاونت while building an autonomous driving vehicle؟ مين ممكن مثلا يحب يتكلم يقول؟ اتفضل. Very good. Excellent. Okay. مين تاني؟ اتفضل. دلوقتي انا المفروض في ام اللي هو السنسورز، انا عندي لايدر ورادار وعندي انكودر لو انا شغال في عربيه ريكتل كار، كل دي بيتدعم ما بينهم سنسور فيوجن بالجوريزم معين، استخدم كامل فلتر او اكستند كامل فلتر. بعد كده بشوف الجوريزم اللي انا همشي بيه في الكنترول، الستيم كنترول او الادابتد كروز كنترول، استخدام بي اي دي. والبي اي دي ده هيبقى برامتر اللي اقدر اطلعها من الباس كنترول او عن طريق المشين ليرننج الديب ليرننج. فدي برامتر اللي لازم اطلعها. بعد كده الاكشويترز اللي هتطلع عليها الداتا، لو هي الكتريك كار هيبقى انفرتر، فانا هطلع عليه الداتا اللي انا عاوزها عشان اقدر اتحكم في السرعه اللي انا عاوزها. وفي سسبنشن استخدمه بس. اوكي. فكره الاتصال ما بينهم. ثانك يو. هل الميديا اللي حواليها عندي قابلت ان انا استخدم التكنولوجي دي ولا مش ريلايبل مع الميديا اللي حواليا؟ اوكي، في حد حابب يقول حاجه ثانيه؟ اتفضل. انا ممكن اقسم الموضوع ده لاربع كاتيجوريز. اول كاتيجوري اللي هو الهاردوير، وبعد كده البيت سيستم، بعد كده الكنترول مثلا البي اي جي اند سو اون، بعد كده الاي ار. فدلوقتي الالجوريزم اللي انا مش بحس ان الاي اي هو اللي هيبتدي الالجوريزم، بعد كده عامل كنترول هيمشي على الالجوريزم ده، بعد كده هيدي الاوردر للبين سيستم، هي بتاخد قرايه السنسورز الموجوده في العربيه كلها، بعد كده هيتنفذ على الهاردوير. اوكي. ده كصوره ككل. اوكي. ماشي. ثانك يو فيري ماتش.
يعني اكشلي هو يعني اتس ديفينتلي معظم الكلام اللي الناس قالته هو ده فعلا يعني جزء كبير جدا من الرياليتي اللي بيحصل النهارده فعلا في 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 درايفنج ذس تكنولوجي. بس يعني ليتس يعني نو هاو اصلا هي الموضوع اصلا ابتدى منين. هو اول حاجه هو باي اوبزرفنج ذا هيومن بيهافير ديورينج درايفنج. هو لما شخص بيبتدي يسوق عربيه بيعمل ايه؟ اول حاجه بيبتدي يبص عليها هو يوبزرف الطريق حواليه، يشوف كده ايه الحاجات اللي موجوده. لو انا دلوقتي مثلا فور اكزامبل هطلع من ركنه مثلا، انا راكن العربيه وبطلع فيها، فانا محتاج ان انا اول حاجه ابص اشوف العربيات اللي راكنه حواليا راكنه ازاي، الشارع فاضي ولا لا، في عربيات جايه بسرعه، في ناس بتعدي ان سو اون. فده اول حاجه البني ادم في البيهيفير بتاعه في الدرايفنج بيعمله. تاني حاجه بعد كده اللي هو البلاننج، انا هبتدي هرجع بظهري مش عارف مثلا شويه، وبعد كده هبتدي ان انا امانوفر عشان اطلع من من الباركينج سلوت ان سو اون. فانا كده كل مومنت تقريبا انا ببلان انا هعمل ايه. اند فاينلي نافيجيت، انا دلوقتي عايز اروح يعني سبيسيفيك ديستنيشن، فانا ببتدي ان انا نافيجيت في الشوارع وفي الطرق لحد ما اوصل للديستنيشن اللي انا عايز اوصل لها. طيب ده بالنسبه للهيومن درايفنج. بالنسبه بقى للكمبيوتر درايفنج او الروبوت درايفنج شكله عامل ازاي؟ فهو احنا متقسمه تقريبا لفايف ستيجز. اول ستيج هو البرسبشن، اللي هو فكره ان انا عايز اوبزرف، عايز ابتدي اشوف الانفايرمنت السراوندنج انفايرمنت اللي موجوده حوالين العربيه والكونديشنز اللي موجوده حوالين العربيه شكلها عامل ازاي. وده احنا بنيوز في حاجه زي كده بنستعمل سنسورز زي ما بعض الناس قالت، اللي هو حاجات زي اللايدر زي الكاميرز زي الريدرز زي الالترا ساوند. ففي او ديفرنت بقى كونفيجريشنز ديفرنت تايبس وديفرنت يعني كابابيلتيز بنقدر ان احنا نبرسيف ذا سراوندنج انفايرمنت بشكلها عامل ازاي. طيب تاني حاجه هي فكره الانفايرمنت موديلنج بقى. انا يعني اوكي الحاجات دي بتجيب لي داتا كتير جدا، اي نيد تو بروسس الداتا دي عشان ابتدي اطلع منها شويه حاجات، زي مثلا ايه هي العربيات اللي موجوده حواليا، الناس بتتحرك، البيدسترينز اللي ماشيين، لو في سايكلست، لو في الرصيف، السايد ووكس، الحاجات دي كلها. ان انا بحتاج ان انا اكون عارف عندي معلومه ايه هي الحاجات دي موجوده فين، مكانها فين، لو حاجه بتتحرك الدايركشن بتاعها والسبيد بتاعتها شكلها عامل ازاي ان سو اون، لان ده هيفرق اكيد في الدرايفنج ديسيشن اللي هيتاخد بعد كده. ثالث حاجه هو الباث بلاننج، اللي هو انا هتحرك اعمل ايه، في كل مومنت انا محتاج ان انا اقرر شكل الستيرنج بتاعي هيبقى عامل ازاي. لو انا هبتدي ان انا اكسلريت او اعمل ديسلريشن او اخد او ادوس بريكس او وات ايفر، فهي ذا سيم ثينج بيحصل برده في العربيه اللي بتمشي بشكل اوتونومس. رابع حاجه هي فكره النافيجيشن، انا محتاج ان انا عندي سام سورت اوف ماب، الماب دي اقدر ان انا اتحرك منها من المكان اللي انا فيه واقدر اعرف اوصل ازاي للديستنيشن اللي انا عايز اوصل لها. واخر حاجه هو الفيكل كنترول نفسه، لو انا بتكلم على البيدلز الجاز والبريك بيدلز بتاعه العربيه او الستيرنج ويل، فكده كده انا محتاج ان انا يكون في عندي حاجه بتعمل كنترول على حاجه زي كده. فهم في الاخر هم الفايف ستيجز دول تقريبا هي دي ذا مين اليمنتس لان احنا نقدر نكنترول العربيه بشكل اوتونومس انها تتحرك في كومبلكس انفايرمنت زي الشوارع وزي الطرق وزي السيتيز وحاجات كده. طيب الاوتونومس درايفنج في ليفلز، الليفلز دي احنا بنبتدي اول حاجه ان هو يعني لو مفيش اي اوتونومي خالص، وفي هذه الحاله انا لازم دايما لو العربيات اللي هي زي ما احنا عارفينها دلوقتي، فانا دايما لازم عنايه تبقى موجوده على الطريق، ودايما ايدي دايما تبقى موجوده على الستيرنج ويل، عمري ان انا ما بسيب ايدي من على الستيرنج ويل وعمري ان انا ما بشيل عناية. تاني حاجه بعد كده ان انا ممكن ان انا يبقى في بارتشل او يعني درايفنج اسيستنس، اللي هو مثلا حاجات زي الكروز كنترول زي مثبت السرعه، ان انا دلوقتي ممكن في حاجه بتاخد اللونجيتيودنال مثلا كنترول مثلا بتاعي، ان العربيه تفضل طول ما هي ماشيه بسبيد ثابته، فانا مش محتاج ان انا اكون انفولف في تشينجينج السبيد دي. ثالث ليفل ان انا ببقى بارشلي بقى ممكن ان انا يعني احط ايدي واشيلها، زي فور اكزامبل كده الاوتو بايلوت اللي موجود مثلا في عربيه تسلا. في كام واحد هنا يعرف تسلا؟ اوكي كويس قوي. فالاوتو بايلوت بتاع تسلا هو فكرته بمنتهى البساطه ان هو بيبقى يعني هو سام سورت اوف بارشل اوتونومس سيستم، بيشتغل على مينلي على هاي وايز. فكرته بمنتهى البساطه ان انا كل شويه بيبقى يعني بحاول ان انا افضل بنافيجيت تو سام سورت اوف ديستنيشن، وان انا بفضل بس العربيه بتفضل ماشيه في الطريق بتاعها بتحاول ان هي تنافيجيت لحد ما توصل للديستنيشن ده. بس ستيل انا بحتاج ان انا دايما بيبقى فيه يعني زي كايند اوف هابتيك انفولف، ان انا كل شويه لازم يعني المس الستيرنج ويل
عشان العربيه تتاكد ان انا ستيل لسه اوير، لان انا محتاج ان انا طول ما لسه العربيه ادس ليفل اوف اوتونومي which is really very very basic، ان انا محتاج اكون ستيل صاحي، ستيل مركز مع الطريق، شايف ايه اللي بيحصل، مش مجرد ان انا ببقى سايب العربيه هي اللي بتاخد ديسيجنز. اي ثينك يعني في ناس كتير عرفت مثلا عن سمعت عن الاكسيدنت اللي حصلت. اكشلي كان الدرايفر كان نايم، كانت عربيه تسلا والعربيه عملت حادثه بيكوز هو they are claiming that the system اللي موجود ده هو ماشي اوكي okay, يعني somehow it's safe بس it's not fully safe، مش هيقدر ان هو يكفر كل ال possible cases كل السيناريوز اللي تحصل. actually this what happened ان حصل حد حصل حادثه عمل حادثه في العربيه. الليفل اللي بعد كده ان انا ممكن يعني مش شرط ان انا ابقى يعني fully looking into the streets، ومش شرط ان انا اكون ايدي يعني موجوده دايما على الستيرنج ويل، هيبقى الانفولم بتاعي اقل بكتير بسبب ان هو برضو ليفل اوف اوتونومي هيكون اعلى شويه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا حاجه زي هاي واي درايفنج اسيست. هاي واي درايفنج اسيست ده اللي هو حاجه مثلا فور اكزامبل بيبقى بارت اوف ات، بيبقى في حاجه اسمها ادابتيف كروز كنترول. ادابتيف كروز كنترول ده ان هو دلوقتي العربيه انا عملت مثبت السرعه، ولكن فور اكزامبل انا مثلا عامل مثبت سرعه على 120 ولكن السبيد بتاعه الطريق ان العربيات اللي حواليا ماشيه اراوند مثلا 90 كي بي اتش، ف اوتوماتيكلي العربيه تبتدي ان هي تبطئ السرعه، بس اتس اولويز تراينج التيميتلي ان هي توصل للي هي ال 120 كي بي اتش اللي انا حاطط لها اساسا عليه. دي وان ثينج. سكند ثينج مثلا ان هي تبتدي ديتكت الترافيك ساينز اللي موجوده. ففور اكزامبل لو انا ماشي في طريق، الطريق ده السبيد بتاعته بتتغير، فهو اوتوماتيكلي بيبتدي ان هو يغير السبيد بيزد على الديتكشنز اللي بيعملها في الترافيك ساينز. حاجه كمان ان هو بيبتدي taking decisions about the lateral control، ان هو changing lanes، ممكن ان هو يبتدي يغير lanes. لو مثلا اللين اللي انا ماشي فيها ابطا من لين تانية انا ممكن امشي فيها بسرعه اكبر، فهو بيبتدي العربيه ممكن اوتوماتيكلي ان هي تبتدي تتشينج اللينز. الليفل اللي بعد كده ان انا my hands off my eyes off، اللي هو العربيه كان يعني take decisions on behalf of the driver yet there is a driver there is a steering wheel. ليه؟ لان sometimes ممكن العربيه يحصل ان هو failure في ان هي مش في situation معين، في corner case معينه حصلت والعربيه مش قادره تتحرك، مش عارفه تاخد قرار، مش عارفه تتحرك، فهي بت give back الكنترول للدرايفر، الدرايفر يبتدي ان هو يتيك decision. اخر حاجه اللي هو الفول autonomous system. الفول autonomous system ده يعني ده العربيه مش هيكون فيها driving wheel اصلا، العربيه can handle whatever the situation whatever the scenario is، العربيه هتقدر تهاندل السيتويشنز اللي زي دي. وده بيقول حاجه مهمه قوي ان الاوتونومس درايفنج از نوت ا وان شوت تكنولوجي، هو في الاخر ليها يعني شكل ثابت او شكل معين، هو ده اللي في الاخر لكل الاوتو ميكرز او كل الناس اللي بتديفلوب ذس تكنولوجي عايزين يوصلوا، بس اكشلي وي ويل ريتش ذس التيميت جول ستيج باي ستيج او ستيب باي ستيب. طيب closer look بقى into the autonomous driving technology بيبقى شكلها عامل ازاي. فلو جينا بصينا كده على فكره البرسبشن والموديلنج نفسه بيحصل ازاي، فاحنا عندنا different sensors بتبقى موجوده في العربيه with different capabilities. يعني مثلا for example لو احنا بنبص على الكاميرز، الكاميرز كويسه جدا في ان هي تقدر تساعدني ان انا اعمل classification للاوبجكتس اللي موجوده حوالي، الاوبجكتس اللي هي زي العربيات زي البيدستريانز زي السايكلست اند سو اون. ولكن في عندها مشكله كبيره قوي ان هي ما تقدرش تديني accurate distance العربيه دي بعيده عني قد ايه، الديستنس بتاعتها قد ايه عني، ودي مشكله. طبعا كمان ان هي الحاجات اللي هي بتبقى اوبتيكال بيبقى فيها مشكله ان هي بتتاثر باللايت، يعني لو الدنيا ضلمه ومفيش نور اكيد الكاميرا دي مش هتبقى شايفه، او ممكن تبقى الدنيا برايت قوي فبرضو ان هي تبتدي يحصل فيها دي يحصل لها كونفيوجن، ما تبقاش عندها الفيو بتاعها الفيزيبيليتي بتاعتها تبقى فيري كلير. طيب تاني حاجه زي اللايدر، اللايدر اللي هو او الليزر، يعني الليزر فكرته بسيطه قوي ان هو بيطلع زي بيم والبيم ده بيعمل ريفلكشن، ريفلكشن ده بيديني زي بوينت، البوينتس دي بجمعها على بعضها بتديني زي يعني شيبس كده معينه، الشيبس دي اقدر منها بسهوله ان هي تديني زي باترنز، الباترنز دي اقدر اقول والله ده الباترن ده بتاع عربيه، الباترن ده بتاع بيدسترين، الباترن ده بتاع سايكلست اند سو اون. فيها ميزه طبعا قويه جدا ان هي تقدر تديني يعني سوليد او يعني سترونج داتا اباوت ذا ديستنس، الحاجه دي هي بعيده عنا قد ايه والتشنج بتاعها بيكون شكله عامل ازاي، احسن بكتير من الكاميرز. فكومبايننج مثلا فور اكزامبل
تو تكنولوجيز زي دول او تو ديفرنت تايبس اوف سنسرز زي دول ان احنا ممكن نبتدي يبقى عندنا حاجه زي سيجمنتيشن اللي هو اقدر اقول في الاخر انا موجود عندي دي عربيات ده طريق اقدر امشي فيه ده سايد ووكس دي ترافيك ساين دي وات ايفر فاقدر يوزنج بقى اي اي اند ماشين ليرنينج اند ديب ليرنينج ان انا اقدر اعمل حاجات زي كده فهو اند سنسور فيوجن ماني ثينجز في الاخر اقدر ان انا اخد حاجه زي كده واطلع في الاخر لايك ا كونكريت انفايرمنت موديل بيقول حواليا شكل الانفايرمنت عامله ازاي. طيب وهنا يجي سؤال هل الاوتونومس درايفنج تكنولوجي هل هي اكسكلوسيف تكنولوجي فور اوتوموتيف للعربيات بس؟ مين يا جماعه عنده راي في هذا الموضوع؟ اتفضل. انا مش سامع معلش سوري. اه Very good. Very good. تفضل. Very good. تمام. وحتى طيارات الجيل ده كنت طيارات برضه بيستخدموا برضه نفس الطريقه برضه بل هم متعمقين قوي في التكنولوجيا دي برضه لان احنا بنجيب فيه تطور جديد. تمام. والايه؟ الغواصات تمام. ماشي اتفضل. الروبوتس برضه في المصانع وفي الحاجات دي اكيد بتستخدم اوتونومس تكنولوجي. اوكي. ممكن الباصات برضه مثلا هو مش ممكن يسوق فيها او حاجه تبقى اسرع. اوكي. اوكي طيب خلينا نتفرج كده على فيديو مع بعض. طيب this one of the applications of the usage of autonomous driving technology it used by Amazon. Amazon طبعا هي one of the biggest online shopping platforms اللي موجودة في العالم كله. They are delivering their shipments using this kind of it's called droids. Droids just يعني simply it's a small car فيها زي storage area كده ممكن يحط فيها packages أو حاجات زي كده والعربيات دي autonomously operated until they reach their destination إن هي بتdeliver the packages بتاعتها. النهاردة دي this technology is actually deployed في أماكن كتير حوالين العالم. It's not only بالعربيات في منها بالعربيات بالهيلدرويدز الصغيرة دي في drones موجودة بتعمل نفس الفكرة. حد يقدر يتخيل الماركت شير مثلا لو احنا قلنا مثلا الرانكينج بتاع حاجه زي كده الماركت شير بتاعتها قد ايه في الاوتونومس درايفنج دومين؟ جس هو بالنسبه للدرون المجالات المختلفه ممكن يوصل ل 400 مليون. لا انا عايز مثلا يعني مش شرط الرقم يعني اللي هو الفاليو بس مثلا الترتيب بتاعه يعني احنا مثلا قلنا يعني ديفينتلي ذا بيجست ماركت للاوتونومس درايفنج از اوتوموتيف او اللي هي الفيكلز اللي هي اون باي انديفيديوالز. بس حد يقدر يقول لي مثلا الدرويدز دي ممكن تبقى فين؟ اه مثلا اوكي اتس رايت جس يعني هي فعلا هو اكشلي ده ذا ثيرد بيجست ماركت موجود فور اوتونومس درايفنج فيكلز او فور اوتونومس درايفنج تكنولوجي اتس درويدز اتس فيري فيري هيوج ماركت يعني الماركت بتاع حاجه زي كده بتكبر بشكل كبير قوي كل يوم. طيب هي دي one of the examples of applications اللي ممكن تيوز autonomous driving. في حاجات تانية زي مثلا for example لما بيحصل accidents او بيحصل حاجات زي كده ان بيبقى في زي بدل due to طبعا الزحمة وحاجات زي كده ان الامبولانس ممكن تتأخر بيبتدي ان ممكن يبقى في درون autonomously يوصل لمكان الحادثة ويبقى في يعني first aid kit او ممكن يبقى في حاجات برضو more advanced شوية عشان لو في يقدر يعمل حاجه زي كده يقدر ان هو يعني يعمل ريسكيو لو حد مصاب او حاجه. في حاجات تانية مثلا فور اكزامبل
اللي هي حد سمع حاجه اسمها تيلي بورتنج؟ اوكي تقول لنا ايه هو التيلي بورتنج؟ اوكي تمام. يعني هو اكشلي هي يعني هي فكره قريبه قوي منها. هي فكره التيلي بورتنج ان انا دلوقتي ممكن ابقى انا مش عايز اسوق عربيتي someone using ان هو يبقى كونكتد بالعربيه بتاعتي وهو قاعد في some sort of a station او مكتب او whatever وهو بيسوق العربيه on my behalf. هو بيسوق لي العربيه. فطب حاجه زي كده ممكن نستعملها في ايه مثلا؟ اكشلي في one of the problems اللي بتبقى موجوده في المصانع ان هو بيحتاج مثلا العربيات اللي بيخرجها من خطوط الانتاج محتاج يسوق العربيات دي عشان يخرجها للعربيات الكبيره اللي هتنقلها او الاماكن اللي هتشحنها. فهو محتاج ان هو يبقى يكون موجود عنده سواقين located في المكان ده. وطبعا بالنسبه للهاي كوست كونتريز ان حاجه زي كده اللي هي الهيومن ليبر دي اكتر حاجه مكلفه في اي صناعه. ففكره ان انا يبقى عندي بني ادم محتاج ان هو يبقى موجود بيتحرك جوه العربيه. البني ادم ليه كاباسيتي معينه، ليه قدره على شغل عدد ساعات معين and so on في اوقات معينه وكده. فده بيخلي الموضوع فيري فيري ليميتد. لكن لو مثلا فور اكزامبل احنا ممكن ان احنا يبقى عندنا تيلي بورتنج واحد فور اكزامبل في مثلا في انديا بيسوق عربيه موجوده في جيرماني مثلا، او واحد مثلا موجود في مش عارف whatever في ماليزيا مثلا وبيسوق عربيه في يو اس and so on. فده بيدي الفكره ان ده ممكن يدينا حاجات اكتر في التكنولوجيز دي انها تقدر تدينا وتساعدنا على ابلكيشنز كتير، بزنس كتير، افكار كتير قوي. يعني الانفستمنت اللي بتتعامل بقالها سنين في يعني في الاوتونومس درايفنج احنا بنتكلم على تريليونز اوف دولارز. It's really very 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 big investment. طيب السؤال الثاني، هل الاوتونومس درايفنج تكنولوجي هل هي حاجه ان فيكل بس؟ يعني كل الانفستمنت رايح ان هي حاجات تتعمل جوه الفيكل بس؟ اتفضل. لا يعني انا ما اقصدش كده، يعني انا اقصد هل هي يعني ده ستيل، يعني اقصد انت كالعربيه دي ك يعني كروبوت، يعني هل انت كل التكنولوجي لازم تبقى ديفلوبد جوه الروبوت ده؟ اوكي في حد ورا كان عايز يقول حاجه؟ خلاص نعم. يس اوكي اتفضل. ممكن يعني يكون في جزء من يعني الفلوس اللي بتندفع ديت بتكون عشان خاطر يعمل بيبر، يعمل سيجمنتيشن بنسب احسن، يطلع ريزلتس اقدر اعمل تبريرات ريلايبل اكتر ان اقدر اعتمد عليها في ان انا اخد ديسيجن. صح اتفضل. الفكره مش طبعا جوه البيت بس، يعني بعد كده البيت دي كلها وكل شغل الاي اي بيتعمل المفروض حتى ما يبقاش الداتا ريليتد بالعربيات، يعني كورليتد بقى بداتا ثانيه زي درجه الحراره، الحاجات اللي بتبقى في الطريق، يعني حاجات كتير قوي المفروض تبقى كورليتد والديفلوبمنت المفروض يحصل بره الموضوع كله اصلا عشان يحسن الاكسبيرينس بتاعت المبرمج. يس. ثقافه المجتمع دلوقتي لو ماشي على زي ماشي في دائن معين، انا ما اعرفش ثقافه المجتمع ايه؟ هل دي الاولويه للسرعه ولا التحكم بالعربيه؟ الفكره ان لازم ثقافه المجتمع لازم تستخدمها عشان تتوقع العربيات قدامك سلوكها هيكون عامل ازاي. اوكي طيب هو ده بياخدنا يعني هو طبعا هي مش ان فيكل تكنولوجي بس، احنا بنتكلم مثلا على فور اكزامبل على السمارت سيتيز. لو في برضو دي واحده من الانفستمنتس الكبيره قوي اللي بتتعمل مينلي برضو، يعني واحده من الاهداف الاساسيه بتاعتها هي سيرفنج فكره الاوتونومس درايفنج، هي فكره السمارت سيتيز. طب ايه السمارت سيتيز دي؟ ان انا بيبقى عندي الطرق بتبقى او الانفراستراكشر نفسها بتبقى معموله بشكل مختلف. يعني فور اكزامبل مثلا في جيرماني بقى لهم سنين دلوقتي اللينز بتاعتهم ان هم بيعملوها بقت بتتعمل بستاندردز مختلفه. ان اللينز يعني يوجولي اللي احنا متعودين عليه ان هو جاست بيبقى خط مرسوم على الارض، لكن هم عندهم ما بيبقاش خط بس، هو بيبقى ليه زي ارتفاع كده صغير.
الهدف من حاجه زي كده ليه؟ ان هو بيحاول يساعد ال ان ذا فيوتشر الاوتونوموس درايفنج او العربيات اللي هي سيلف درايفنج كارز اللي هي تكون ماشيه في الشوارع دي ان هي يبقى عندها بيتر ديتكشن لللينز. مش بس كده، احنا بنتكلم كمان على الكونكتيفيتي عموما، ان انا بيبقى عندي الانفراستراكشر دي بتبقى بتكومينيكيت مع العربيه وتبتدي ان هي تديها انفورميشن اباوت ذا سراوندينج انفايرمنت، ممكن اباوت درجه الحراره، اباوت الترافيك اللي موجود، حاجات كتير جدا. ممكن ان انا اكون بكومينيكيت مع الحاجات دي ان هي تديني كمان انسايتس اباوت الطريق. لو انا عايز اعرف لو في مثلا فور اكزامبل في حادثه مثلا موجوده يعني اهد، انا ممكن ابقى اعرف حاجه زي كده من بدري بدل ما اضطر ان انا ادخل واوصل هناك وابتدي ان انا الاقي ان في حادثه انسان. ففي حاجات كتير قوي وابلكيشنز كتير قوي كمان اوتسايد ذس روبوتك كار ان هي ممكن كمان تتعمل تو سيرف ذا اوتونوموس درايفنج ان جنرال. انت كنت عايز تقول حاجه؟ تمام اوكي. طيب الناس بقى ايه رايها عموما يعني في فكره الاوتونوموس درايفنج؟ يعني احنا اي ثينك احنا وي هاف دون ذس اكسرسايز في بدايه السيشن النهارده، بس برضو اي وود لايك تو جيف يو مور انسايت. الناس في بقيه العالم بتفكر برضو ازاي بشكل عامل ازاي. 55% من السمول بزنس يعني they responded to a survey بيقولوا ان العربيات اللي هي الناس اللي عندها فليتس ان هيبقى within 20 years الفليتس دي هتبقى autonomous driving. actually يعني دي برضو واحدة من الحاجات اللي هي الconcerns الموجودة عند الشركات، مثلا شركات الشحن، ان هو عايز العربيات النهاردة اللي بتبقى فيها drivers شغالين عليها still ده بيلمت حاجات كتير جدا في الشحن النهاردة. طبعا يعني فكرة يعني دي واحدة برضو من الاندستريز الكبيرة جدا اللي evolving كل يوم. انت ممكن تطلب حاجة النهاردة فور اكزامبل مثلا من امازون كمان 3 ايام بتكون موجوده عندك. ف بيهايند ذس في يعني بروسس عملاقه وشغل وار ان دي رهيب اتعمل عشان تحصل حاجه زي كده. بنتكلم ان هو حاجه بتسافر اكروس كونتيننتس فيري فيري فاست اند تريتش سيو يعني فيري فيري فاست. فحاجات زي كده ستيل اوتونوموس درايفنج ويل بلاي ا فيري فيري امبورتنت رول ان هي تي ايفولف ذس كايند اوف اندستريز اند بزنس. طيب حاجه تانية about اللي هم الادلت انترنت يوزرز، ان هم شايفين ان هم مش عايزين يبقى في سيلف درايفنج كورس. في ناس عندها يعني تخوف من هذه الفكره، حاسين ان هي اتس نوت يت ريلايبل تكنولوجي، اتس نوت 100% سيف، ات مايت كوز اكسيدنتس، ات مايت. هنتكلم ليه برضو ليه التشالنجز اللي موجوده في حاجه زي كده. طيب 57% they are likely to very likely to support the use of autonomous vehicles for improve independence of seniors and individuals with disabilities. الناس الكبيره المسنين اللي عندهم مشكله ان هم مثلا ما يقدروش يسوقوا، او ناس عندها disabilities اللي هي ما ينفعش اصلا تسوق. يعني في ناس ما تقدرش تسوق بسبب ان سنها بقى كبير، او الناس اللي هي عندها already disabilities فالناس دي برضو ما تقدرش تسوق. فدي ممكن تبقى فرصه ليهم كويسه ان هو يدي لهم reliable solution يقدروا ان هم يستعملوه for transportation and mobility. 75% of US voters that want to Congress to apply the brakes on the driverless vehicle cars citing serious safety and privacy concerns when it comes to driverless car technology. يعني لازم يبقى فيه autonomous braking، ان العربيه اول ما هيبقى فيه حاجه safety critical العربيه دي لازم توقف، ما تحاولش ان هي تتحرك او كده. ليه؟ لان هم خايفين ان العربيه دي تتيك رونج ديسيجنز بسبب الرونج perception of the environment. لان عاده الكيسز اللي زي دي هتبقى very rare، ممكن ما تبقاش العربية شافتها قبل كده، ممكن يكون السيستم اللي موجود مش جاهز enough ان هو يتعامل مع حاجة زي كده، فthey wanted just to stop، العربية دي توقف. اخر حاجة 16% of the drivers who think autonomous vehicles will eliminate the need for the car insurance. كمان الناس بتفكر من ناحية الانشورنس، ان العربيات اللي هيبقى عليها self driving cars خلاص اللي يدفع الانشورنس ده هي الشركة اللي صنعت العربية مش أنا خلاص I'm not driving the car anymore فأنا I don't need to pay this insurance. وهنا نيجي للpoint one of the most critical points and issues اللي موجودة في الautonomous driving اللي هي ممكن تكون لحد النهاردة من الحاجات اللي ملهاش حل، محدش قدر يوصل لها الحل. هي فكرة should the car kill you to save others ولا يعني for example لو أنا العربية الautonomous driving دي قدامي حاجة من الاثنين، ان انا ادخل مثلا في سكول باس او ان انا ادخل في شجره عشان العربيه كده هتعمل حادثه، فالعربيه تعمل ايه؟ بالظبط هي ايثيكال دايليما.
هي موجوده النهارده، ما حدش قادر يقرر حاجه زي كده ممكن تعمل ازاي. ويعني وهي دي الحاجه اللي ممكن تكون النهارده واحده من اهم الباريرز اللي موجوده عند الناس، ان هي تفكر ان هو يقول انا اشتري اوتونوموس درايفنج، انا اشتري عربيه، العربيه دي ممكن تتسبب انها تقتلني او ان هي تبقى يعني تبقى سيفتي ايشو على حياتي او على حياه حد من اسرتي او كده. فاكيد كل الناس بتبقى عندها ديس كونسرن. نوينج ذات برضو ان وان اوف ذا اوكي اتفضل. اوكي في مشكله حتى لو هو او حرامي هياخد منهم الدكتور هو وفقا للالجوريزم، بس في مشكله في القانون ان انت ما ينفعش تقتل حد عمدا حتى لو هو على ذنب، ما تقتلش حد تاني حتى لو هو على. اوكي يعني هو سؤال صعب. يعني انا شايف ان هي دي واحده من اكتر حاجات التشالنجز اللي موجوده وفي الفور اوتونومس درايفنج، ان هي النهارده تبقى يعني كتكنولوجي ان هي تبقى فولي ابلايد. حاجات زي دي لازم تكون هاندلد بشكل واقعي، بشكل ما يخليش الناس تبقى عندها هذا التخوف من حاجه زي كده. يعني اي ثينك ات شودنت يعني ايذر كيل ذا درايفر اور كيل اني ون ايلس. I think it should be more safe technology ان هي ما يبقاش بيحصل فيها حاجه زي كده. شور. قرارات جذريه وليها تاثيرات جذريه، يعني life or death situation. وطبعا there's so much technology that fits under this. So this is part of برضو the importance انه يكون sessions دي كTechnovation they're not all technical people. And there's so many considerations for the industry كله كده على بعضه. يعني في change هتحصل واحنا كلنا هنتاثر بيها. So we should be a part of it. And it's almost, it is our responsibility to design that. Thank you. يعني finally this is برضو يعني another quote from Elon Musk. Self-driving cars are the natural extension of active safety and obviously something we should do. Active safety I think احنا already يعني ناس aware بيها، اللي هي زي ال emergency braking، زي adaptive cruise control and so on. I think this is the natural extension that someday I believe that we will have autonomous driving cars. Yes. Thank you.